مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تي في. الوصفة تاع اليوم هي بغونيز اللي راح نقدموه راح نديروها افيك دي بوم ونقدموه ثاني كافيك اون غلاس. الوغ لي زانغغيديون تاع البرونيز فيه 100 غرام تاع لوز ولا جوز ولا المكسرات اللي تحبوا، 50 غرام تاع فارينا كيما بكم بغونيز ما فيش بزاف في الفارينا، 125 غرام تاع سكر غلاس، عندي دي بوم في هاد لا كونتيتي ديروا حبه تفاح، ثلاثة حبات بيض، انا راح ندير كونتيتي صغيره دوك راح نستعمل غير حبه بيض، 125 غرام زبده ذوبتها مع 200 غرام تاع شوكولا وشويه ملح. بوغ لي بوم كاراميليزي عندي جو دو سيترون، زبده وسكر. الوغ لي كونتيتي ماشي محدده، ندير او فيلينغ. نبدا بلا بريباراسيون تاع لو برونيز. الوغ الحاجه الاولى نقطع التفاح، نقطعو دي بتي كاري، نجبد موس مليح هذا، نقطعهم دي كاري صغار. دونك راح نديرو التفاح داخل البراونيز ونزيدو نديرو دي بوم كاراميليزي من الفوق. لي بوم كاراميليزي نقدموهم سخونين و لا غلاس تكون بارده، دونك راح نديرو ان ديسير شو فخوا. فوالا نزيدو نقطعهم شويه، هاد لا كونتيتي تكفيني انا بيسك مش راح ندير كونتيتي كبيره. كي تقسموا لا كونتيتي سور 3 كيما راح ندير انا تجيكم بور ندير قبل زبده، تجيكم بور 4 بيرسون. الوغ ندير شويه زبده هنايا في المقله، حطها فوق النار، جيب اون سباتول لي بوم هنايا نطريهم برك، ما نطريهمش بزاف غير شويه. بوندون كو لي بوم راهم يطراولي، عندي هنايا في ان بول ندير البيض، دونك حبه بيض مع السكر ونبلونشيهم. نبلونشيهم ماشي نطلعهم ولا جوست نضربهم حاجه خفيفه، ما نجبدني باتور ني ريان دو تو، غير بالفوي هكذا. اوكي توجور جو غارد ان اي على لي بوم، تخليهم شي طرا بزاف، نقص لنا راهي بزاف فور انت. تقدروا ديروا ثاني اون بانسي دو سال، لو سال يخرج لو كو تاع الشوكولا، دونك مع السكر سكر غلاس اون بلانشي لو ميلونج. لو بروني هذا يقولوا بلي جا غلطه، سادير المرا لا ولا لا بيرسون، ما باليش اذا مرا ولا راجل، لا بيرسون اللي دارتو نسات ما دارتش الخميره في الكاتو تاعها، دوكو جا ان كاتو مبلاطي كامل بور كاموفلي هذوك لي ديغا، قطعتو اون بليزيور كاري وملتم خرج لو بروني. سي اون ليجوند، هكا تقول لا ليجوند، ابري اون سي با سي سي فري ولا لا. لا هنا لي بوم راهم واجدين، دونك نحطهم دو كوتي نخليهم يبردوا. التفاح باش يبرد بالخف نبدلو البول، نديرو دون ان اوتر بول باسكو نسحقو يكون بارد، سي بور سا بديت به. فوالا هادي سي بون، سي نسحقها من بعدا دونك خليها. نولي للبيض، نسيي نبلونشيه مع ال ما فهمتش، نبلونشيه نخلطو برك شويه. عندي هنايا الزبده اللي كنت ذوبتها مع الشوكولا، دونك نخلطها دابوغ باش نذوبها بيان.
تكون بردت بيان سور دونك سوا دوبوها او با ماري ولا او ميكرووند ميكرووند سي بلو رابيد دونك ديروها في الميكرووند فوالا نحطها مع البيض كما تشوفوا لا روسيت تاع بروني سهله بزاف وبنينه بزاف نزيد نخلط هكذا دوكا واش ندير ندير الفرينه نخلطها هكذا ندير اللوز ولا الجوز ولا المكسرات اللي تحبوا ما تقطعوهمش رقاق بزاف خلو دي مورسو كبار باش يعطينا داك لو كوتي كروستيون فوالا هنا لاباط تاع البروني راهي واجده خصها برك تفاح نزيد نخليه يبرد شويه ونوجد المول اون اتوندون لو فور تكون سخنتوه ا 180 دغري وتخلوها طيب 20-25 مينوت على حسب الفوخ تاعكم الوغ نجبد لو مول عندي هاد لو مول دونك انا لا كونتيتي كي قسمتها سيغ 3 لي كونتيتي اللي نديتو لكم كي قسمتهم سيغ 3 يعطوني بور 4 بيرسون دونك نسحق مول صغير نوريكم الطريقه دونك سوا لو مول ديروا له زبده سوا ديروا له هكا بابي كويسون كيما انايا نقطع هكذا باش لو بابي يلصق لي في المول ندير شويه زبده بهذه الطريقة باش ابخي تجيكم سهلة بور لو ديمولاج هذا سي بون وهذا سي بون فوالا دوكا هادي تكون بردت نحطها داخل هكذا بون ونخلط نخلط افيك اون سباتيول خير كما راكم تشوفوا لا باتا بروني زاد واش فيها سهله وما تاخذش وقت باش ديروها اذا ما درتو تقدروا ما ديروش التفاح سورتو كو راح نديرو لي بوم كاراميليزي من الفوق ما انا جنبيا لو غو تاع التفاح لداخل تقدروا كي طيبوا تحبسوا في هاد لي طاب صافي طيبوه وتقطعوه وتاكلوه سينو تكملوا ديروا ان ديسير سور اسيت كيما راح ندير انايا الوغ فوالا راهي وجدت نديرها طيب قلت لكم 20-25 مينوت سورتو لي كونتيتي اللي مديتو لكم مع الاول ياخذوا 20-25 مينوت هذه راح تاخذ لي قل باسكو قسمت لا كونتيتي ومن بعد كي طيب تخلوها تبرد ساعة زوج سوايع قبل ما تقسموها تنتكل باردة انا نخلي لو غاتو تاعي يطيب ونتلاقاو ابخي ما يطيب بعد الفاصل ان شاء الله عودة اليكم مشاهدينا الغاتو ابخي ما طيبوه تخلوه يبرد يبرد بيان هوبلا وتقطعوه دي كاري انا جبت لكم ان اكزومبل تاع ان سول كاري باش نوري لكم واش ديروا له ابخي نغلاسيوه نغلاسيوه بالشوكولا دونك انا هنايا راني ذوبت الشوكولا بيسك لو بروني ما يجيش ليس راكو تشوفوا من الفوق معوج كامل دونك سا سي ا ريان ديروا له ان ليساج ما يجيناش ان ليساج بارفي بالشوكولا
الوغ انا حنفتلو دوكا شويه الجوز لداخل. جوز ولا لوز ولا بيان سور كيما تحبوا. نزيد وحده ونخلط. دوكا نكلاصيه، ديروا بيان سور طبسيم لتحت باش تريكيبيريو الشوكولا تو لي كوتي. فوالا خلوها تيبس، ديرو هكا باش تنحو ليكسيدون تاع الشوكولا. تقدروا ما تغلاسيوهش، تقدروا تخلوها هكاك ديريكت وتاكلوه. بوندون كو الشوكولا تيبس نبريباري لي بوم كاراميليزي. دونك نحط هي بور بريباري لي بوم كاراميليزي كاين دو ميثود، سوا ديرو كاراميل من بعد ترمولو لي بوم وزبده ايتو، سوا تحطوا لي بوم مع لو سكر يتكاراميليزا ونصوم. مي كوم انا مانيش حابه لا بوم تولي طريه بزاف، نحبها تقعد كوم مشي كروستيونت. هاد الطريقه هي المليحه. بوندون كو السكر راهو يتكاراميليزا نقطع لي بوم. دونك نقطعوهم صغار كيما لا ميم تاي لي كيما لي بوم لي درناهم داخل البروني. فوالا نقطعهم شويه صغار نزيد وحده وتعسوا بيان سور لو سكر باش ما يتحرق لكمش. نزيد وحده ونزيد شويه للنار. فوالا بور لو كاراميل اللي دخفتو يتحرق لكم تقدروا ديروا كونتيتي صغيره ومن بعد غير تولي لكم كاراميل تزيدوا شويه سكر. مي كوم انا عندي كونتيتي صغيره دونك ندير كاع لا كونتيتي على ضربه. هنا السكر راهو بدا يذوب. في هاد ليتاب ما لازمش تروحوا بعيد باسكو يقدر يتحرق لكم بلا ما تفيقوا. انا شي عجبني في هاد الديسير سي هذاك لا ديفيرونس شو اي فرو انتر لي بوم كاراميليزي ولا غلاس، سي فريمون مانيفيك. ولو هذا لازم يكون بارد بيان، سي تري امبورطون ما يتكلش سخون يتكل بارد. فوالا هنا الكراميل اوفا لو سكر راهو تكاراميليزا، نقص شويه باش ما يتحرقليش ونحط ديريكتومون لي بوم.
لي بوم راح يتلقوا الماء. نقص ديغلاسي بشويه جو سيترون. ونستنى حتى لو كاراميل هذا يعاود يذوب كومبليتوم. الزبده نديرها مع الاخر كامل باش ترجع لاصوص هاديه، ترجعها شويه اونكتوز. دونك هنايا الوقت تاع الطياب يعود ليكم، اذا تحبوا الكراميل يولي لي بوم يولو بيان فوندونت تخلوه بلوس، اذا حبيتو لي بوم يقعدوا شادين روحهم كروستيونت اي تو، فماشي كروستيونت مي شادين روحهم خلوهم كتر. لي بوم انا جو كرو خلاص مش راح نزيد لهم، هكا راهم عاجبيني. ميم لا صوص لا كونسيستونس تاعها راهي بيان، راهي مليحه. نبدا ديريكتومون. نسيت الزبده جات فكرت. الوغ نجيب موس ونزيد الزبده. الوغ كميه صغيره تاع زبده فوالا، نستناها لو طون. تقدروا تنحوم من النار وتذوبوا زبده ولا تخلوها. دونك حنا نذوب الزبده برك ونحيم من النار. فوالا نخلي الزبده تذوب باقلها. نبدا ديريكتومون بال لا بريزونطاسيون. انا عندي جبت معايا وحده واجده غلاسيتها ويبست تيتو، نوري لكم كيفاش نديرو لا بريزونطاسيون. الو نحطها في طبسي، نجيب لي بوم يكونوا هكا سخونين. لي بوم سي تري امبورطون يكونوا سخونين. نحطهم من الفوق. بيان سور قلت لكم هاد ليطاب تقدروا ما ديروهاش، تقدروا تحبسوا بغوني طيبوه وتاكلوا هكا كيما راه. نزيد شويه لاصوص. اي جات سوا الكميه، عم بالي درت بزاف مي نو فينالمون هذيك هي. دوكا لا غلاس نجبدها من الكونجيلاتور و نبريزونتيها. دونك و التفاح بارد نحط فوقو لا غلاس بهذه الطريقه. دو بريفيرونس اون غلاس فاني، اذا ستو غلاس بوم دو بريفيرونس. هكذا دوك تبدا طيب. انا نكمل التقديم تاع الطبق ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا. انا دوكا نزيد لها غير شويه كاربون، ما تحقش كراميل، راهي فيها كراميل مي نزيد شويه برك من الفوق. اون بوس لا غورمانديز جوسكو فون. ونزيد لها ثاني شويه جوز بو رابلي بلي فيها الجوز لداخل. التزيين برك تقدروا ما ديروش، تحبسوا في هذه ليتاب. الو هنا لا غلاص هي بدات تذوب، دونك لازم ناكلوها. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده، جيسبر تعجبكم، جيسبر تيوها. سلام.